يا هلا ومرحبا فيكم من جديد متابعينا من قلب البيت الزجاجي لسيدتي. ضيفتنا اليوم هي سمو الأميرة نورة بنت محمد الفيصل، مصممة مجوهرات ومؤسسة منصة أضلال للتصميم. لها شغف كثير بالتصميم وخاصة التصميمات الفريدة من نوعها في المجوهرات. رح نتكلم بتفاصيل كثيرة عن هذا المجال، عالم المجوهرات اللي تعشقه كل السيدات. يا هلا وسهلا فيك سمو الأميرة، نورتينا. هلا فيك، منورة بنوركم حبيبتي. الله يسلمك يا رب. نبدأ معاك يمكن من البداية. أنت ما شاء الله تخرجتي أدب إنجليزي من الجامعة، لكن لك في الانتيريان ديزاين والتصميم. كيف جذبك عالم المجوهرات ودخلتي لتصميم المجوهرات؟ المجوهرات يعني أتوقع أنها تجذب تقريبا كل امرأة بطريقة أنهما عموما أنا مرحب بالتصميم يعني بجميع أنواعه، وكانت بالنسبة لي يعني كان بالنسبة لي تصميم المجوهرات هواية أكثر من أنها أي شيء ثاني. كنت مثلا إذا أمي كان عندها شيء تبغى تغيره ولا هذا، كنت يعني اعمل لها تصميم صغير هنا ولا تصميم هناك، بس يعني ما كان ما اقدر اقول انه ما كان اهتمام، هو كان اهتمام بس ما كان بالنسبه لي مجال ممكن ادخل فيه كشغل. فرحت انجلترا ودرست، يعني درست قبل ما ادخل اصلا التصميم الداخلي، يعني حاولت في تصميم المجوهرات. بس أقول لك قصة تضحكك شوي. كنت داخلة مع عملة كورس، وكان أنا طبعاً إيديني صغيرة وما هي قوية، بس أنا داخلة على أساس أني أنا أصنع الكرافتمان وكذا. فأكثر من مرة كان عندك زي المنشار انقطع ويطير، وكل شوي انقطع ويطير عشان إيديني ما هي قوية يعني، فيبغى لك شوية قوة، وأنا يعني أبداً ما في. فطارت وكان في معانا طالب وخبطته في وجهه. وجتني المدربة بعد أسبوعين ثلاثة أسابيع قالت لي أنا أحس أنك أنت مصممة وعندك موهبة، ولكن ما أنت موهوبة في الصناعة. فأتوقع أحسن أنك تركزي على التصميم فقط وتبتعدي عن وبتعدي يعني من مصلحتك. فيعني أنا يعني حبطتني شوي بس أخذت بنصيحتها، يعني في ناس عندهم الموهبة موجودة في يديهم وأنا في أفكاري. فيعني الواحد لازم يعرف زي ما يقولوا your strengths، لازم تعرفي أنت قوتك وتعرفي كيف تتعاملي مع مواهبك، ويعني تعوضي عن الأشياء اللي ما أنت موهوبة فيها. حلو، وقتها عرفتي أنه مكامن القوة عندك في التصميم. في التصميم فقط. إيش سويتي بعدها؟ كملت أنا في التصميم يعني، بس أنا جداً مؤمنة أنه الواحد لازم يركز على التعليم الذاتي. فطول عمري مهتمة ودائماً أقرأ ودائماً أبحث في أشياء التصميم، وحتى البحوث اللي تطلع والأشياء هذه كلها، وأي دوكيومنتري يطلع عن مصمم مشهور أو هذا دائماً أول من تشوفي يتفرج عليهم ويتابعهم أنا. فكنت مرة ملهمة بالعالم التصميمي يعني من الناحية الصناعية كمان، يعني مو بس من التصميم والهذا، فالتفكير التصميمي design thinking، كيف الواحد يحل المشاكل باستخدام التصميم، فهذا كله كان دائما ملهمني. فقررت اني ادخل في التصميم الداخلي. السنة يلي تخرجت فيها يعني هي السنة اللي كنت حتى كنت قاعدة شغالة على البروجكت حقي حق التخرج. والغريب انه البروجكت حقي كان محل مجوهرات. يعني أنا قاعدة أصمم محل مجوهرات، شوفي سبحان الله. سبحان الله دخلتي في المجوهرات. أي يعني هو كان دايم يعني موجود. وتعرف الواحد لما تعرف الآن لما أرجع وأطالع وأشوف في أشياء يعني مرة واضحة، بس لما تكوني أنت في الشيء ترى ما تشوفينه، ما يكون الله. واضح. أي يعني في شغلات قريبة لكن أنت ما كنتي ما تستوعبينها، حاطة هدفك أنك أنت مصممة في المعمعة ترى ما تحسيني وش اللي ساير حولك. أي طب ما شاء الله أنت انطلقتي وبديتي في عالم تصميم المجوهرات، إيش أهم المجموعات اللي أطلقتيها؟ كنت جداً محظوظة أنه أول كولكشن اللي هو اللونش كولكشن حقي يعني تقريباً انباع على طول.
بس يعني كمان لازم يعني نعترف انه انا على بال ما فتحت يعني المحل واي لونشت البراند حقي نون كان اوريدي كان صاير لي تقريبا 15 سنه شغاله وكنت شغاله يعني كوميشن بيسز طلبيات غالبا طقم عروس دبل اشياء كذا يعني وابتدت يعني بالاهلي والناس القراب واصدقاء وكذا وشوي شوي اي كانت هوايه يعني ما لسه الى الان 15 سنه وانا اسويها وانا ما فكرت في يوم انه هذا حيكون شغلي والسبب في كم سبب. اول سبب كان اني كنت حاسه اني عشاني ما درست الشيء هذا يعني ما رحت الجامعه ولا معهد ولا شيء وتعلمت وحسيت انه يعني انا ماني مصممه هذا شيء غلط يعني الى حد ما. اذا كان الواحد ممكن الواحد يعلم نفسه عن طريق التجربه وعن طريق المثابره ممكن يوصل لاي شيء اذا كان موهوب عنده الموهبه اذا كان عنده موهبه طبعا بس ممكن الواحد يروح الجامعه يدرس 20 سنه اذا الموهبه ما هي موجوده ما راح يستفيد يعني هذا شيء من ربي. وبعدين الشيء الثاني ما ادري يعني يمكن كمان انا جيلي كان يعني مو ما كان في جيلي ناس حريم كثار يشتغلوا واذا اشتغلوا يعني المجالات كانت محدوده على ايامي انا يعني كانت في مصممة واحدة اللي هي القصيبي ما شاء الله تبارك الله هي اللي فتحت الباب بس ما كان في غيرها في السعودية وأشكرها من أعماق قلبي هي جت قبلي بس هذا شيء جميل ان هي موجوده وانت صرتي موجوده وفي ما شاء الله بعدكم عاد يعني لا عندنا ما شاء الله اسماء كثيره طلعت اي يعني الحين المواهب اصلا انا اتوقع انها كانت موجوده من اول يعني ما في شيء جديد ولا في شيء بس ما كانت علينا بس ما كانت ظاهره ما كانت مدعومه البيئه ما كانت مشجعه يمكن مشجعه أو ما كانت تسند يعني صحيح. بس الحين الحمد لله ما شاء الله شفيهم بسم الله عليهم بالفعل يعني شيء خيال المجتمع التصميمي ككل مو بالفعل. بس المصممين أو مصممات المجوهرات صحيح. وما أقول يعني نحن غالبا دائما نقول مصممات بس يعني المصممين موجودين بعد. طب أنت سمو الأميرة أطلقتي أو أسستي منصة اللي هي أضلال للتصميم أيضا لدعم أيضا المواهب الشابة كذلك لك في هذا الجاح. احكي لنا عن فكرة إطلاقها كيف كانت؟ هي الفكرة كانت أنني أنا كانت في ملاحظات أنا طبعا أنا أسست شركتي نون في فرنسا وقتها كان في صعوبات وما أعرف إيش وأنا تجربتي كانت في فرنسا والمشاغل مثلا اللي كنت أتعامل معها وأعرفهم على مدى السنين هذه كلها كانت هناك فطبعا مع التغيرات أو بداية التغيرات وقتها كنت أبغى أجيب الصناعة حقتي أجيبها هنا وكان في زي كثير يعني مصممين يا كانوا ساكنين برا ورجعوا يا كانوا هذا وواجهنا مشاكل يعني من وقتها انه الواحد يلاقي مثلا المعلومات اللي يحتاجها في اشياء ما كانت لسه ما نعرف كيف نسويها وفي اشياء يعني كثيره فاستوعبت انه اصلا انا كمان البيئه اللي موجوده عندنا هنا في السعوديه والمجتمع اللي موجود هنا انا ما اعرفهم بصفتي انا شغاله برا انا ما كنت شغاله هنا وازعجني الشيء هذا حسيت انه عيب وانه لازم اعرف وش اللي صاير وافهم ويعني اتعرف على البيئه اللي موجوده هنا ولازم كمان الاقي طريقه اني ادعمهم وادعم نفسي كمان فقررت اني اكون منصه اضلال للتصميم اللي هي تدعم جميع انواع التصميم البدايات حقتنا والنقطة الأساسية هي البحوث فهي البحوث في المجتمع التصميمي وما يحتاجه في السعودية ممتاز. ونسوي الشيء هذا عن طريق جلسات عن طريق سيرفيز والأشياء هذه كلها نسويها مع المجتمع التصميمي فيعني الفكرة أنه نعرف منهم إيش المشاكل يلي ولا التحديات يلي يواجهونها عشان نعرف كيف نفهمها كمجتمع ونعرف نحلها سوا تكون هي واضحة نشوف الثغرات وينها وكلنا نجتمع
ونحاول ان نحلها ما شاء الله. فهي هذه الفكره وراها. طب وايش النشاطات الان اللي قائمين عليها داخل هذه المنصه الى الان؟ اول كم سنه كانت عباره عن بحوث. اول شيء لازم الواحد يعرفه يعرف البيئه ويعرف ايش اللي صاير فيه. ونحن عندنا ما شاء الله تبارك الله منصات كثيره ومجتمعات كثيره بالذات في المجتمع التصميمي. كلهم شغالين، كل واحد لحاله. نعم. وفي احيانا مشاكل تلاقي هذا شغال في الشيء وهذا شغال في الشيء يكون نفس الشيء. طب لو تجتمعوا انتوا اثنين ما هم دارين عن بعض، عرفتي؟ فهي الفكره انه اول شيء البحوث عشان نعرف وش اللي صاير. ثانيا نشوف اللي شغالين ونجمعهم على اساس انه يا نسرع يا نسند يا اللي هو اللي يحتاجه. وبعدين في نقطه جدا مهمه، المجتمع التصميمي، يعني لما انا ما اقول المجتمع التصميمي الناس يحسون انه انا بس قاعده احكي عن المصممين فقط لا غير. انا ما احكي عن المصممين فقط لا غير. المصممين طبعا هو الاساس، هم الاساس. عن مين ايضا تحكي؟ انا احكي عن طبعا الحكومه اولا، هم من يلي يسندون، هم من يلي يعملوا كل الاشياء اللي يساهمون فيها للمجتمع التصميمي ولهذا. الشيء الثاني اللي عندنا أكاديمية اللي هم الجامعات وكل كل الأشياء، يعني الكورسات والهذا اللي يعملونها من المعاهد من المدارس من هذا. نعم. أي شيء له دخل بالمجتمع التصميمي. الثالث اللي هو الاندستريال سيكتور. مين الاندستريال سيكتور؟ الشركات الكبيرة، الصناعات، الأشياء هذه كلها. والرابعة اللي هي المجتمع التصميمي. فهذه الأشياء هذا كلها مع بعض تكون البيئة التصميمية. وليش البيئة التصميمية؟ نحن عندنا دلحين، ويعني أنا عارفة كل أحد يحكي عن الرؤية، يعني وأتوقع أنه يعني الرؤية نخليها كذا شيء قدامنا، هذا الشيء اللي نبغى نوصل له، هذا أهم شيء نبغى نوصل له. كيف حتوصلين له؟ ما هي الأداة اللي حتوصلك إلى الرؤية وبأسرع وقت؟ هو التصميم. جميل. لما تشوفي الشركات، المصانع، الأشياء هذه كلها التصميم. لما تشوفي نيوم، لما تشوفي الأفكار هذه الكبيرة المبدعة، التصميم. صحيح. مين اللي حيبنيها؟ مين اللي حيفرشها؟ مين اللي حيصنع الإكسبيرينس اللي فيه؟ كله تصميم. جميل. طب نتكلم شوي سمو الأميرة عن يعني تصميماتك الرائعة والفريدة يمكن من نوعها واختياراتك فيها. كيف تنتقي تصاميمك في المجوهرات؟ أنا إنسانة أولاً، أنا التصميم بالنسبة لي هو عبارة عن هو حب الأول والأخير. يعني في أشياء كثيرة الواحد يدخل فيها سبحان الله، بس التصميم هي راحة البال، الحب الأول، السعادة، كلها في التصميم والمجوهرات بالذات. طبعاً الخامات يعني اللي نستخدمها طبعاً تساعد. أحاول إني أعبر عن شعور أو شيء عن طريق تصاميمي. أحب الجمال، وحيدة من نوعها، عشان يعني ما أحب إني أكرر الشيء فيني. شيء يعني يمكن هو سيء أتوقع، إني أطفش بسرعة. فلما أسوي الفكرة تكون في مخي الفترة اللي أنا يعني ملهمة فيها وأبغى أسويها، يعني تقريباً إدمان. بس أول ما أخلصها خلاص، ما ولا حتى أبغى أطالع فيها، أبغى أسوي ثانية في الفكرة الجديدة، في الفكرة الجديدة. فالطريقة اللي ناسبتني أنا إن تكون القطع وحيدة من نوعها، كل واحدة لحالها، ومشى سوقها ولاقت إعجاب. شوفي، الواحد كمصمم لازم، في فكرة جدا مهمة، وفي ناس كثار يطيحوا في الشيء هذا، يعني مصممين انه يبغوا القطعة، هي كان عباية، ثوب، فستان، مجوهرات، يبغونها تعجب الناس كلهم. من البداية لازم الواحد يعرف ما في شيء حيعجب كل احد. من البداية. صحيح. فالواحد لازم يعرف جمهوره. انا عارفة جمهوري. جمهوري مو كبير. يعني أنا ماني قاعدة أدور إن يكون عندي 20 محل حول العالم ولا أكثر ولا أكبر محل، ولا هذا مو جمهوري. أنا عارفة جمهوري، جمهوري ناس يحبون الكواليتي، عندهم ذوق معين. ما أقدر أقول إنه عندهم ذوق، عشان في ناس مذوقين كثار، مو ضروري إنه يكون ذوقهم ذوقي. وفي ناس ممكن يشوفوا أشياء ما تعجبهم، بس عندهم ذوق يعني معين. يحبوا قطع غريبة شوي. نعم. يحبوا حجارة يعني ما هي موجودة. ويبغوا يشوفوا أشياء جديدة. صحيح.
يعني أكيد كل ناس لها أذواق معينة مختلفة، ويمكن هذا ما لاحظتيه كمان في أنا عربية اللي مشاركة فيها الآن. كيف المشاركة والبوث والإقبال عليه؟ والله الحمد لله، يعني أول يوم جونا بسم الله ما شاء الله ناس كثار. وأنا بالنسبة لي أول مرة أشترك في معرض كبير في السعودية، فطبعا جدا فخورة وسعيدة أني أكون أصلا موجودة هنا. أنا عندي معارض غالبا تكون خاصة ولا أشياء كذا، وغالبا تقريبا 80% من الأشياء اللي أنا أسويها كوميشن أوردر، يعني هي طلبية. فغالبا مباعة قبل ما أصلا أصممها. ففكرة أني أنا موجودة فخر، وإني أكون بين البراندز الثانية منها السعودية، وناس يعني أحترمهم كثير وأحبهم كثير، شرمالينا يتقان، يعني هذول أصدقاء أعزاء، فيعني فخر إني أكون بينهم. أكيد، وإحنا طبعاً يعني فخورين فيك وبكل الإبداعات الموجودة في عربية، أنا فيها إبداعات ومواهب حقيقي فعلاً محلية رائعة. نختم معك هذا اللقاء بكلمة توجهها لكل امرأة، كل فتاة سعودية حابة أنها تبدأ مشروعها ولكن هي محسبة أنه خلاص الوقت فات ودامها، أو في صعوبات أو في تحديات قدامها ما يعرف إيش تسوي. أولا من غير ما نحكي في الأعمار من غير أرقام، بس أنا مثلا نون ما صار له إلا 5 سنين، والحمد لله، يعني الحمد لله يا رب أنه يعني براند معترف فيه عالميا 5 سنين. يعني وانا ماني في عز، انا لسه شابه بس ماني في عز شبابي. فالواحد مفروض انه ما عمره يفكر انه يعني خلاص ولا ما عاد يمدي ولا سنه. من الله احيانا يعني، بس سنه ممكن الدنيا كلها تلف وتدور وكل شيء في حياتك يتغير. لازم الواحد يأمن في نفسه، لازم الواحد يعرف نفسه كويس، لازم تكونين واثقة، لازم تكونين شجاعة، ولازم الواحد يعني يؤمن بربه ويتوكل على الله. أكيد هذا أهم شيء. خلصنا. صحيح، يعطيك العافية. أنا سعيدة جدا بوجودك، وأنت فخر للنساء السعوديات والعربية. حبيبتي شكرا لك. شكرا. يعطيك ألف عافية سمو الأميرة نورة بنت محمد الفيصل، شكرا لك. بهذا متابعينا نكون وصلنا لنهاية هذا اللقاء، نشكر لكم طيب المتابعة.